أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا، أقدم لحضراتكم الموقف الإخباري من فضائية النيل الأزرق. أهلا ومرحبا بكم. خلال مخاطبته مؤتمر باريس لدعم الحكومة الانتقالية، تقدم رئيس مجلس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك بالشكر لرئيس فرنسا وشعبها على تنظيم واستضافة المؤتمر المهم والتاريخي. وقال حمدوك إن انتصار ثورة ديسمبر مرحلة هامة في التاريخ الحديث للسودان وولادة السودان الجديد، مشيرا إلى أن السودان يمر بمرحلة انتقالية من النزاعات للسلام ومن الديكتاتورية للحرية ومن الانهيار الاقتصادي إلى الرفاه الاقتصادي، وأن هذه المرحلة تتطلب دعما ومساندة للحكومة الانتقالية. كما أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة بدأت تنفيذ خطة طموحة للبناء أولوياتها الحرية والسلام والعدالة، وقال إن الحكومة اتخذت إجراءات وإصلاحات اقتصادية جريئة وستستمر عملية الإصلاح رغم التحديات، وذاك من أجل خلق فرصة عمل ورفاهية للشباب. قدم رئيس مجلس السيادة الشكر لحكومة وشعب فرنسا لتنظيم مؤتمر باريس لدعم السودان، وقال خلال مخاطبته للمؤتمر بباريس أن توفير الدعم تحدي يواجه عملية السلام، وأن السودان يتطلع لدعم المجتمع الدولي لبناء السلام، وأكد التزام الحكومة الانتقالية بكافة المواثيق والعهود الدولية، وفضلا عن المساهمة الفاعلة في الأمن الإقليمي. استبعد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق والركن عبد الفتاح البرهان لجوء السودان لسيناريو الحرب، مؤكدا سعي السودان لنيل حقوقه خلال التفاوض والتراضي مع جيرانه. كما شدد في مقابلة مع تلفزيون فرانزان كاتخ على ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مبينا أنه لا بد من اتفاق يحفظ حق الأجيال القادمة في المياه. وحول القضية الفلسطينية، أكد ضرورة قيام الحل المبني على الدولتين والقرارات الشرعية بين فلسطين وإسرائيل، مشيرا إلى أن التطبيع مع إسرائيل ليس له علاقة بحق الفلسطينيين بإقامة دولتهم، وأن قضية التطبيع تحكمها مؤسسات الدولة. حدث في غزة شيء مؤسف في حق الأبرياء والمدنيين العزل. الأصوات ظلت تنادي من فترة طويلة بضرورة قيام الحل المبني على الدولتين والحل المبني على قرارات الشرعية الدولية. أنا أعتقد بدون الوصول لهذا الحل وبدون تنفيذه ستظل المشاكل تتجدد. التطبيع ليست له علاقة بحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم. تطبيع أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عن تقديم فرنسا قرضا تكسيريا بمليار ونصف لسداد ديون السودان لدى صندوق النقد الدولي. وأشاد الرئيس الفرنسي خلال كلمته في مؤتمر باريس بصمود ونجاح ثورة السودان في التخلص من نظام الاستبداد، مشيرا إلى أن الحرية والسلام والعدالة هي مطالب الشعب منذ انطلاق الثورة، وقال إنه رغم الصعوبات هناك تقدم ملحوظ حققه السودان، وفرنسا تؤيد كل ما من شأنه دعم العملية الانتقالية في السودان، وأنه فخور بأن تكون باريس بوابة عودة السودان إلى المجتمع الدولي. وحقق السودان حتى الآن عددا كبيرا من المكاسب والدعم من خلال مؤتمر باريس. أبرز هذه المكاسب هي إعلان فرنسا منحها للسودان قرضا تكسيريا بمليار ونصف دولار لتسوية ديونه مع صندوق النقد الدولي، إضافة إلى مليار دولار آخر للاستثمار في السودان. أيضا أعلنت المملكة العربية السعودية عن استعدادها لإعفاء ديون السودان البالغ 4.5 مليار دولار. كما كشف نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة شرق وجنوب إفريقيا حافظ غانم عن منحة لدعم السودان بمبلغ 2 مليار دولار بجانب دعم برنامج الأسر ومكافحة جائحة كورونا وقطاع الطاقة خاصة الطاقة الشمسية وتعزيز استخدام التقنية. كما أعلن بنك الاستيراد والتصدير الإفريقي استعداده لتوفير 700 مليون دولار لتنفيذ مشروعات في مجال الطاقة بالسودان. كما أعلنت النرويج إعفاء جميع ديونها عن السودان. والجدير بالذكر أن المؤتمر سيختتم
أعماله غدا الثلاثاء. أكد عضو مجلس السيادة الانتقالي الدكتور صديق تاور دعم الحكومة ووقفها خلف الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بما يمكنها من القيام بواجبها في الحفاظ على سلامة الوطن والمواطن، وأثنى خلال تقديمه واجب العزاء في شهداء الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمقر الإدارة بأم درمان على الدور العظيم الذي تقوم به شرطة مكافحة المخدرات من أجل حماية الأسر والمجتمعات من الخطر الداهم لانتشار المخدرات. وقال إن إيمان أفراد الإدارة العميق بدينهم ووطنهم جعلهم يعملون بعزيمة ونكران ذات وعدم الانسياق وراء المغريات الكبيرة في هذا المجال. مشاهدينا، وصلنا إلى ختام الموقف الإخباري، تقبلوا تحياتي وتحايا الفريق العامل، في أمان الله.